مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة ومختلفة، بس مش هسلم على صحابي لأن أنا النهاردة لوحدي. متخانقين مع بعض؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مالك؟ لا إله إلا الله. اتخانقنا إمتى؟ خلاص إحنا اتخانقنا على برضه مش هنكلمها. إمتى؟ رغم إن أنا قصيت لها شعرها من شوية. قصيت أنا قصيت لها شعرها. بس مش مشكلة، ودعيتي عليه قلتي يا رب مش من قلبي يعني. من قلبك. ايه ده؟ انا ما بكلمكيش وما بكلمكش انت كمان، ما بكلمش استاذ خالد المخرج. ليه نورة؟ مالك يا نورة؟ مالك يا نورة في ايه؟ خلاص ميعاد الجواز. الله اكبر الله اكبر. ميعاد الجواز قرب، ميعاد الجواز قرب، طبيعي ستريس. يلا يلا نقول بس عندنا ايه النهارده. لا 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 مش هنقول عندنا ايه النهارده. طيب ازيك يا رحمة؟ الحمد لله يا رؤى. عامل ايه؟ صباح الفل عليك. لا لا حرام حرام. ازيك يا نورة؟ اهلا ازيكم. اهلا وسهلا. انت حبيبتنا اصلا، احنا بنغلس عليك ونحب ننكشك ونحب نشوفك كده وانت مقموصه وزعلانه مننا. طيب يا جماعه النهارده ان شاء الله عندنا يعني حاجات حلوه جدا باذن الله. طبعا كالعاده معانا النهارده دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي. هيكلمنا بقى النهارده عن موضوع مهم جدا في حياتنا، وهو عن يعني تاخر سن الجواز. ان احنا يعني في ناس بتقرر ان هي تاخر الجواز شويه. صح. وده بيكون يعني بارادته مش غصب عنه. انا ببقى عايز اخلص حاجات في حياتي الاول علشان خاطر بعد كده يتجوز يا ما اتجوزش. يعني كل واحد بيفكر بشكل مختلف، فهنعرف منه النهارده يا ترى ده بيرجع لايه برضو بالنسبه لنا. يعني هل دي حاجه احنا برضو بارادتنا بشكل كامل، وهل لو احنا كملنا فيها بالشكل ده ممكن تأثر على حاجات تانية في حياتنا ولا لا؟ صح يا رحمة؟ ده حقيقي، ده حقيقي. في ناس كتير جدا بتفضل الوحدة حتى بعد الثلاثين سنة. بيقولك لا، فكرة الجواز أنا شايفها تجربة مثلا فاشلة، أو بيشوف من الإكسبيرينس بتاعها. اقطع لي أستاذ خالد بسرعة بليز، بسرعة عشان الناس تشهد. في ناس كتير بتشوف التجارب اللي حواليها ما نجحتش مثلا، فبياخد قرار ان هو مش هيرتبط بدري وبيقعد يأجلها على قد ما يقدر. فالفقرة التانية بتاعتنا بعنوان هل السنجلة جنتلة ام الارتباط احباط، او ده كله مش حقيقي؟ طبعا هنستنى تليفونات ولا كده في الخلاط. طيب اما فقرتنا الاولى فحابين نتكلم معاكم عن شخص يعني هو قيمه جدا في عالم الموسيقى، حد اثرى عالم الموسيقى في فتره الثمانينات والتسعينات وكمان الالفينات. مشواره كان طويل جدا جدا، يعني لقب كمان باسطوره الموسيقى ذكرى وفاه الموسيقار الكبير عمار الشريعي. ده حقيقي يا جماعه. النهارده يعني اسطوره الموسيقى هنحاول بقدر الامكان ان احنا نتكلم على معظم اعماله الفنيه اللي قدمها طبعا من خلال مشواره، واللي بدا في الثمانينات وكمان التسعينات والالفيه زي ما انت قلت يا نوره كده. وطبعا يعني قدم لنا بقى اشهر تترات المسلسلات والاعمال الفنيه، وهو يكاد يكون يعني من اهم الموسيقيين في الوطن العربي كله اللي كل الناس يعني كانت بترجع له في التوقيت ده، ان هو كان مختلف في كل شيء بيقدمه. ورغم كده كمان يعني مش عايز اقول هي ما كانتش اعاقه بالنسبه لنا، يعني انا مش شايف انها كانت اعاقه. خلينا نقول اتحدى الوضع بتاعه او ظروفه ساعتها، وكمان الناس كانت كلها بتشوف انه ازاي حد فاقد للبصر ممكن يطلع مزيكا، ومش مزيكا عاديه، هو كان من اساطير الموسيقى ومن اهرامات الموسيقى العربيه في العالم كله. كمان انا عايزه اقول لكم ان استاذنا الكبير الله يرحمه عمار الشريعي تواصل مع شركة ياماها للآلات الموسيقية واقترح عليهم براعة اختراع، وهي الربع تون في الأورج. يعني ايه ربع تون؟ يعني التون بتاع المقامات الموسيقية. الأورج زمان ما كانش فيه الربع تون ده، في نص تون اللي هم الأسود وفي التون الكامل اللي هو الابيض، عشان برضو الناس تفهم اكتر. الربع تون هو النص الاسود اللي في الاورج بالظبط، فسستموه في الاورج، وبقى من ساعتها كل يقولك اورج متربع او في الربع تون ده. بس فده يعني موسيقيين دلوقتي في جيلنا دلوقتي كل الناس بتدعي له علشان الموضوع ده، عشان هو فتح الباب للمقامات العربيه في تعزف بالأورج. حلو قوي. أما بقى طفولته، هو عمار الشريعي طبعا ابن مدينة سمالوط في المنيا، وتولد في إبريل 1948. وطبعا ظهرت موهبته الموسيقية دي في سن صغير جدا، وهو عنده حوالي 3 سنين.
طبعا رغم ان هو كان فاقد للبصر، وزي ما قلت يا رحمه كان في ناس كتير جدا بتشوف انه ازاي ان انت هتقدر تعمل ده، حتى اهله نفسهم ما كانوش عايزينه ان هو يدخل في فكره الموسيقى دي، ولكن هو كان مصر. حتى وهو في سن صغير اتاسس صح، اتعلم كمان الات موسيقيه زي الاكورديون البيانو والعود وهو عنده 14 سنه. حبيبي كان خلاص بدا ان هو يجده اجاده تامة. وبعد كده طبعا ابتدى يتعرف على آلته الموسيقية المحببة، وابتدى كمان يدخل في التلحين نفسه. يا جماعة أسطورة الموسيقى طبعا، يعني أنا من وجهة نظري أنا شايف أنه كان يعني بيشوفنا كلنا. عمري في حياتي يعني لما كنت بشوف لي بعض الفيديوهات اللي كانت موجودة أو اللقاءات اللي كان بيعملها، عمري في حياتي ما تخيلت أنه هو ممكن يكون حد مش شايفنا. بالعكس انا كنت شايف ان هو بصيرته نبع من قلبه، ان هو كان بيشوفنا كلنا، هو بيشوف باحساسه ومن قلبه. وكان بني ادم طيب جدا جدا طبعا على المستوى الشخصي، وكمان راجل محترف جدا على المستوى المهني. واحنا طبعا عارفين ان من احلى الحاجات اللي عملها طبعا تتر مسلسل رأفت الهجان، زيزينيا، اراباسك، عمل حاجات كتير جدا. بس انا عايزه ارجع بيكم بس لاول حاجه، اول لحن عمله عمار الشريعي كان بعد ما اتخرج من اداب انجليزي عين شمس، وكان لحن للفنانه مها صبري اسمه امسكوا الخشب. مفيش خشب هنا في الكراسي، مش مشكله. سنه 1975 وفضل يلحن لحد ما وصل عدد الحانه 150 لحن. حلو قوي. اما بقى سنه 1981 كانت علامه في مشواره، لانه اسس فرقه غنائيه كان وقتها اسمها الاصدقاء. طبعا دي كانت معروفه جدا لكل مواليد الثمانينات، واللي كان فيها منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق. دي وقتها كانت طبعاً حاجه طفره، وكانوا عاملين صح جو مختلف تماما عن اللي موجود في الفتره دي. ده حقيقي. منى وحنان وعلاء، يا سلام، ذكريات برضو يا جماعه، والله حاجه جميله جدا. وكمان كان ليه اسهامات كبيره جدا في عالم بقى الطفوله والاطفال، ولحن كمان يعني كتير من اغاني بقى الطفوله واللي قدمتها لبلبه ونيلي، وكمان صفاء ابو الصعود وعفاف راضي وعبد المنعم مدبولي. وكمان كان بيهتم جدا باكتشاف المواهب الجديده زي النجمه الكبيره دلوقتي امال ماهر، وكمان ريهام عبد الحكيم. طبعا كلهم مواهب فنيه تستحق، وكانت نظرته ثاقبه جدا ان فعلا النهارده هم نجوم كبار. صح طبعا، يعني طبعاً. امال ماهر بصراحه صوت من احلى الاصوات اللي انجبتها مصر فعلا، يعني صوت رائع، ربنا يحميها يا رب. كانوا اول لما طلعوا قالوا، اول ما طلعت امال ماهر قالوا دي امتداد ام كلثوم. فعلا فعلا فعلا، لا يعني صوت رائع بصراحه، وكل الموسيقيين بيحلموا يشتغلوا معاها زيها، زي الفنانه الكبيره طبعا انغام. يعني ما نقدرش برضو ننسى انغام اللي اشتغلت برضو مع عمار الشريعي، كان عنده نظره ثاقبه بصراحه في اختيار الاصوات. كمان عمار الشريعي عمل موسيقى 50 فيلم و150 مسلسل و20 مسلسل اذاعي و10 مسرحيات، وده كان عدد ضخم ساعتها من الاعمال. يعني هو عمل اعمال كبيره جدا في عمره الفني، او خلينا نقول مشواره الفني. مشواره الفني بالظبط كده. كمان عمار الشريعي يعني في بعض الحاجات كده اللي اداها حلاوه اكتر لما غناها بصوته، يعني في بعض الحاجات كده الناس كلها ما بتقدرش تنساها، زي مثلا اغاني فيلم البريء وكتيبه الاعدام ومسلسل الايام وريا وسكينه، كانت التتر برده بتاعه كان عمار الشريعي هو اللي مغنيه. طبعا حصد العديد من الجوائز سواء بقى المحليه او العربيه او حتى العالميه. بالظبط، في اسبانيا وكمان سويسرا ومهرجان فالنسيا. فالنسيا يا راجل على طول من اولها كده جوائز دوليه وعالميه ما شاء الله. يا جماعه بصوا الراجل ده يعني سابق عصره، ربنا يرحمه بجد والله. وسابق عصره عمل مثلا دموع في عيون وقحه، مثلا رأفت الهجان، فاطمه وارابيسك والعائله والرايه البيضاء والشهد والدموع وزيزينيا وفيلم كتيبه الاعدام والبريء وحب في الزنزانه. على فكره كل الحاجات دي او الاعمال دي كلها معلمه معانا لحد النهارده، يعني كل ما بيجي عمل منهم احنا تلينا زي الاطفال كده نقعد نتفرج، بنرجع تاني نتفرج زي واحنا صغيرين. صح. بنرجع ذكرياتنا زمان تاني. والميزه بقى كانت تعتبر في المسلسلات دي برضه نورا ورحمه، ان كلمه التتر بتاعها بيبدا الحدث،
يعني انت دايما بتسمع الحكايه من التتر بتاعها، دايما بتدخلك في المود بتاع الحلقات بتاعت المسلسل نفسها. كلنا حافظين كل المسلسلات من المزيكا بتاعتها، صح، ولحد النهارده، صح، ده حقيقي. كمان هو علشان كده هو بيركز في الستوري بتاعت الاغنيه. كمان ما ننساش ان هو عمل برنامج اذاعي اسمه ايه؟ اسمه غواص في بحر النغم. احنا سمعنا منه شويه في قبل ما نطلع هوا انا ونوره، وبصراحه كان مركز جدا على كلمات الاغنيه وحدوته الاغنيه كلها كانت بتحكي ايه. ما بصوا يعني حتى كمان المطربين او المغنيين اللي كانوا بيغنوا تتر المسلسل وقتها كلهم نجوم كبار، يعني طبعا كان على راسهم الفنان القدير علي الحجار ومحمد الحلو، وكلهم طبعا يعني فنانين كبار. عام 2012 كانت نهاية الطريق لعمار الشريعي، وخلاص انتهى مشواره في الحياة، لكن مشواره الفني ممتد معانا هو لحد النهاردة. ربنا يرحم يا رب عمار الشريعي، وحبينا النهاردة كنا بس يعني في ذكرى وفاته ان احنا يعني نتكلم عن ابرز الاعمال اللي قدمها لنا عمار الشريعي على مدار حياته. بكده خلاص خلصنا كلام عن الفنان القدير والموسيقار الكبير عمار الشريعي، وهنطلع معاكم للفاصل وهنتكلم بعد الفاصل معاكم. هل يا ترى السنجالة جنتلة ولا الارتباط احباط؟ خليكم معانا.